المشقة تجلب التيسير، أو الأمر إذا ضاق اتسع. الأمر إذا ضاق اتسع. هاتان القاعدتان الفقهيتان ترفعان حرجا كبيرا كثيرا ما تعاني منه النساء والرجال وغير طلبة العلم. في اللي يتوضا لك في النهار يعني قديش؟ مش حتى خمسة، قد يتوضا عشرة، كل وقت وضوئين ثلاثة. هناك من يغتسل بغير موجب، هناك من يعيد الصلاة بغير موجب، هناك يضيق عليه الشيطان فيقع في الحرج، في الحرج اللي هو حرج الجهل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. من القواعد المقررة أنك أيها المكلف إذا لابسك حرج في صلاتك أو في عبادتك عموما وضاق بك الأمر، فإنما هو من جهلك وعدم معرفتك، لا من الشريعة، لا من الشريعة. الشريعة تقول الأمر إذا ضاق اتسع، صاحب إيه؟ السلس. بعض الناس يخبرني يقول لي والله في اليوم غير دبسي عشان مرت، يعيد الصلاة أكثر من مرة كاد إلى آخره، يعتبر ما ليس بناقض ناقضا. فماذا يحدث له؟ يحدث له حرج، إما أن يعيش متضايقا من العبادة كارها لها متبرما بها إذا حضر وقتها، وإما أن يتركها، وإما أن يتركها. فهذا منين؟ فإذا جاء إلى شيخ من المشايخ وأخبره أن الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، وأن الأحكام التي يسمعها من العلماء في التلفاز أو يقرأها أو يسمعها في المسجد إنما هي للأصحاء